يا مومو يا مومو، انا عايز اتسلف منك البنطلون والقميص المتصور فيهم على الفيسبوك. يومين يعني للجامعة، ما انت عارف بابا اهو قاعد مع السمك. هكلمك هسلم عليه. يا بابا انا هسألك سؤال، بما انك دايما قاعد مع السمك، هو السمك بيعيش قد ايه يا بابا؟ مش عارف. بجد مش عارف يا بابا؟ هقول له زي ما بتقولي، تعيش واشوفك يا حبيبي، تعيش واشوفك. ايوه. ده كان زمان. تعيش واشوفك قال. ياه الماك وصل. مين الماك ده؟ ده الماك يا بابا. بجد يا بابا مش عارف الماك يا بابا؟ ده الماك يا بابا. ده يا بابا فاست فود امريكي، يعني يا بابا اكل على السريع. ما على اساس جيم واكل صحي. ايوه يا بابا، بس دي يا بابا اسمها تشيت ميل. يعني ايه يا بابا؟ ايوه يا بابا، عارف يا بابا الراجل لما يخون مراته، او يعني مراته تخونه، ده يا بابا بيسموه تشيت. يعني ايه يا بابا؟ ايوه يا بابا يعني خيانه. يعني دي وجبه خيانه. خيانه، وجبه خيانه بالمايونيز. قرف يقرفك. يا بابا الماك ده يا بابا حاجه غريبه يا بابا. الماك ده بيستخدم بهارات مسحوره. ده يا بابا ابتدى في امريكا وانتشر حول العالم. ده يا بابا في كل حته في العالم عمل فلوس قوي قوي قوي. تخيل يا بابا الطعميه تنتشر في العالم. مستحيل يا بابا. لا بهاره مسحوره ولا حاجه، ده اسمه غسيل دماغ. غسيل؟ ذكرتني في الغسيل يا بابا، جامعتي بكرة يا بابا، ما عنديش هدوم أداوم فيها يا بابا. تخيل. سمعتك بتكلم مومو. أيوة يا بابا، أنا ومومو بنستلف من بعض، هو مش بجامعتي. يا ابني الجامعة مرحلة تبني فيها دماغك. يا بابا أنا لازم أبان رجل محترم، عندي زميلات وزملاء يا بابا، لازم أبان محترم يا بابا. يا ابني البني آدم ما يعرفش إنه تافه لحد ما يكبر في السن ويكتشف إنه تافه. جربنا وراحت علينا، انت بتضيع وقتك. امال اخبار جامعتك ايه يا فرفوش؟ جامعتي زي ما بقولوا، اذا انت عارف انا عارف. يا ابني حرام عليك، انا بدفع فلوس تعبي ودم قلبي. يا بابا مش بايدي، حاولت اتكلم معاك يا بابا، كل يوم ساعتين رايح ساعتين جاي، لا انا فاهم على الدكتور ولا الدكتور طايقني اساسا. والموضوع مش مستاهل تضييع وقت يا بابا، مرتبها اصلا مش مستاهل. يا ابني انا عايزك تذاكر وتتخرج وتبقى بني ادم زي اخوك. يا بابا ده فاشل، انا قلت لك بطله من المدرسه، شوف له صنعه وهو صغير، كان هيبقى اكبر ميكانيكي في الشرق الاوسط يا بابا. اولا انا ما بحبش اسوق عربيات، ثانيا انا بحترم قراراتك، ثالثا انا مش عايز اشتغل زيك عند حد يقول لي افطر 9 اعمل ببي 10. انا عايز اكون انسان حر اعمل ببي بمزاجي. يا فرفوش انا خايف عليك، انت ما بتحسش فواتير كهرباء وميه واجار بيت. يا فرفوش يا حبيبي انا مش دايم لك، انا مش دايم لك. ربنا يطول بعمرك يا بابا يا حبيبي. انا لو في حاجه بجد بتقلق فرفوش انه هيعيش ازاي. يا ابني لازم تدرس وتتخرج وتشتغل. يا بابا دلوقتي الدنيا اتغيرت، في ناس بتعمل فلوس بتلعب جيمز على اليوتيوب يا بابا. انا مش خايف من مستقبلي، انا بحب المزيكا بس بدي وقت اتقنها واعمل منها فلوس. ميوزك هتبقى ايه يعني؟ جاستن بيبر؟ يعني يا بابا عارف بيبر ومش عارف الماك؟ لا يا بابا انا صوتي وحش ما بغنيش، انا ميوزك بروديوسر. اسمعك يعني؟ It's